السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. نناقش فيها جدوى تعيين رئيس جديد للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة مع بقاء أسباب الجمود والعرقلة. أعلنت الأمم المتحدة رسميا تعيين الدنماركي مايكل لوسغارد رئيسا للجنة المراقبين الدوليين لإعادة الانتشار في الحديدة، خلفا للهولندي باتريك كاميرت الذي لم يعلن حتى الآن أسباب استقالته أو إقالته. لوسغارد كان رئيسا لبعثة أممية في مالي خلال عامي 2015 و2018، إلى أن السؤال الملح يتعلق بجدوى التعيين في ظل بقاء أسباب الجمود والعرقلة، وما الذي يمكن أن يفعله الخلف الدنماركي أكثر من سلفه الهولندي، ولماذا لم يكشف مكتب جريفيث ولا حتى كاميرت نفسه عن أسباب الاعتذار عن استمراره في مهمته في ظل حديث عن خلاف غير معلن بين كاميرت وجريفيث. نتابع النقاش مشاهدينا بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. بعد تعيينه رئيسا جديدا لفريق المراقبة الدولية، ينوي الجنرال الدنماركي مايكل أنكر لوسغارد التوجه نحو الأردن كنقطة انطلاق إلى اليمن. وأكدت مصادر دبلوماسية في تصريحات صحفية بأن مايكل أنكر سيصل عمان الأحد القادم. رئيس المراقبين الجديد وفق السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون سيرافقه فريق يتكون من 20 مراقبا أمميا، وتأخر وصوله يأتي بسبب مشكلة فنية متعلقة بصدور تأشيرات خاصة به وفريقه. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش قد عين الجنرال الدنماركي مايكل أنكر كبديل لرئيس بعثة المراقبين الدوليين باتريك كاميرت. وتحمل السيرة الذاتية لأنكر بحسب وصف الأمم المتحدة 30 عاما من الخبرة العسكرية الدولية في مجال البعثات الأممية لتحقيق الاستقرار. ورغم أن إعفاء الجنرال السابق باتريك من منصبه يأتي كما يؤكد مراقبون بسبب فشله في تنفيذ مهمة وقف إطلاق النار بالحديدة، وعلى خلفية تعرض موكبه لإطلاق نار من قبل ميليشيا الحوثي، إلا أن الأمم المتحدة نفت على لسان المتحدث باسمها ستيفان دوغريك تنحي باتريك عن منصبه، مؤكدة على أن مهمته كانت محددة بعقد مؤقت مدته شهر. من المتوقع أن يستكمل الجنرال الدنماركي مهمة سلفه الهولندي والمتمثلة في الإشراف على الخطة الأممية بشأن مراقبة إطلاق النار وتنفيذ خطة خروج قوات الحكومة وميليشيا الحوثي من المدينة، ثم إعادة انتشار القوات المشتركة في مواني الحديدة، المدينة التي فيما يبدو ستظل رهينة المراوحة بين حرب بلا أفق وسلام على الورق. إذا نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم لنا وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الفريق الحكومي في تفاهمات عمان ماجد فضائل. سيد ماجد مساء الخير. مساء الله، مساءكم. أهلا بك سيد ماجد، يعني برأيك ما الجدوى من تعيين مراقب أممي جديد بدلا عن كاميرت؟ مهم جدا أن يكون هناك وجود مراقب أممي عشان من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بعملية الانسحاب وإعادة الانتشار من قبل ميليشيا الحوثي. المرحلة الأولى حتى الآن لم تنجز، وهي المرحلة المعنية فقط بها الميليشيات الحوثية، وهي الانسحاب من الميناء ورأس عيسى والصليش. يعني هذه المرحلة ليس الحكومة أي دخل بها، هي مرحلة أولية يتم الانسحاب في وجود أممي وإشراف أممي واضح، وأيضا بشراكة يعني ورقابة من قبل الحكومة اليمنية للتأكد من سلامة الانسحاب، وألا تكون هناك حدث مسرحية كما حصلت في السابق يعني مع وجود باتريك. نعم، لكن يعني هل باتريك كاميرت يعني فشل بالفعل، أم أن الأمر يعني له أبعاد أخرى بعيدا عن فشل هذا الرجل وأيضا تعنت الميليشيات في إنجاز ما تم الاتفاق عليه؟ لا يمكن القول أن باتريك فشل، لأن باتريك قام بما يجب في وضع الخطط اللازمة، وأيضا كان واضحا وصارما في يعني كشف تلاعب والتفاف الميليشيا الحوثي على الاتفاق. هناك مراوغة كبيرة من قبل هذه الميليشيا، هناك ضغط أممي كبير، هناك ضغط من قبل المبعوث في تنفيذ الاتفاق. الاتفاق يتكون من عدة مراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية هي خاصة
لتنفيذ من قبل الميليشيا. اذا تمت هذه المرحلتين ثم سوف ياتي بعد ذلك المرحله الثالثه، المرحله التي تاتي بال يعني شراكه يعني او يعني تنفيذ مشترك من الاطراف. اما الان فهي حتى الان لم يتم انجاز اي شيء من قبل يعني في تنفيذ الاطراف من قبل هذه الميليشيا المجرمه، بل انها تمارس حتى وقف اطلاق النار، يعني للاسف الشديد خروقات وقف اطلاق النار يعني ما زالت مهوله وكبيره جدا، وصلت الى يوم 30 باكثر من 883 خرقا، ادت الى 56 شهيد و389 جريح. يعني نعم، يعني ألا يمكن أن يكون مسألة استبدال أو تعيين يعني مراقب أو رئيس مراقبين جديد في الحديدة هو هروب من أصل المشكلة والاعتراف بأن ميليشيا الحوثي هي من تقف عائق أمام إنجاز يعني اتفاق الحديدة الذي تم في ستوكهولم؟ أتوقع أن هنالك يعني يعني اختلافات او هنالك يعني يعني عدم توافق بيني بين المبعوث الاممي وباتريك، هذا انعكس على يعني العلاقه كامله، مما ادى الى الضغط من اجل تغييره. الميليشيا الحزبيه ليس لها اي يعني دخل في عمليات التغيير، هي فقط استغلت الموضوع اعلاميا، ولكن حقيقه الجميع يعلم انها يعني مؤرقله وانها تم اطلاق رصاص على باتريك، وتم ايضا منحت المبعوث من يعني الالتقاء مع اللجنه الحكوميه في الحديده، هنالك تعنت واضح، ولكن في ضغط كبير دولي والتزام من قبل الدول الدول كامله بتنفيذ الاتفاق الاستوكهولمي، يعني يتم الانسحاب بشكل كامل لهذه الميليشيا وتسليم الميناء وايضا راس عيسى والصليب وايضا مدينه الحديده الى القوات اليمنيه التابعه للحكومه اليمنيه وهي القوات الشرعيه بحسب القانون الدولي وايضا القانون اليمني. الاتفاق واضح لا يحتاج الى تاويل ولا تفسير ولا يقبل اي تشكيك فيه. نعم، إذا سيد ماجد ابقى معي، سأشرك معنا في الحديث، سينضم إلينا من الأردن المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، يعني هناك تعيين جديد لرئيس لجنة مراقبين أمميين في الحديدة، هل يعد هذا التعيين سيد عبد الناصر يعني هروب من إعلان أسباب العرقلة وتحديد من هو الطرف المعرقل فعلا، وبالتالي تلجأ الأمم المتحدة إلى تغيير مراقبين بين فترة وأخرى؟ سيد عبد الناصر، هل تسمعني؟ سيد عبد الناصر، هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال بسيد عبد الناصر ليس جاهزا. أعود إليك سيد ماجد فضائل، يعني إذا ما تحدثنا عن يعني الإنجاز، يعني هل بالإمكان يعني إحداث إنجاز في هذا الملف، ملف محافظة الحديدة، مع بقاء أسباب التعنت يعني وإبقاء الوضع على ما هو عليه كما هو حاصل حاليا؟ لن يظل الوضع كما هو عليه، لابد يعني من حسم الموضوع، لان لن تظل الهدنه مستمره الى ما لا نهايه، ولن يظل يعني للاسف الشديد يعني نظل نصبر على الاختراقات الكبيره التي تقوم بها الميليشيا الحوثيه. هنالك ضحايا وضحايا جسيمه بشكل كبير، كما اخبرتك اكثر من 56 شهيد و389 جريح، وهذا عدد كبير جدا بالاضافه الى الخسائر الكبيره في الاعتاد وايضا يعني الموارد وايضا تدمير الممتلكات العامه والخاصه من قبل هذه الميليشيا التي تحولت الى استهدافات نوعيه مثل قصف المطاحن القمح وغيرها وايضا من القوافل الغذائيه. لن يتم يعني بالصبر الحديد، لن يتم الاستمرار او يعني المماطله في تنفيذ الاتفاق الى ما لا نهايه. الاتفاق الاستوكهولمي هو محدد بجدول زمني محدد، تم تاجيله مرات اولى وثانيه وثالثه، لن يطول ابدا الى ما لا نهايه، هنالك جدول محدد وهذا ما اشار عليه فخامه رئيس الجمهوريه. لابد من ان يكون هناك جدول زمني واضح ودقيق يتم فيه التزام هذه الميليشيا
بالانسحاب وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، ما لم فان هنالك سوف يكون حديث اخر. نعم، لكن يعني سيد ماجد اذا ما تحدثنا عن التحديات التي يمكن ان تواجه الرجل يعني مايكل، يعني هل يعني في على ضوء متابعتك للوقائع في محافظة الحديدة، ما هي يعني أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه هذا الرجل؟ أبرز التحديات هي أولاً لابد أن يكون هنالك يعني وضوح ودقة في عملية التآمل حول القوات الحكومية الرسمية التي سوف تستلم أمن وإدارة بناء الأمن من الحديدة، وأيضا الكادر الوظيفي الحقيقي الذي هو يتبع الدولة والحكومة وليس دخيل من قبل هذه الميليشيا في عملية استلام هذه البنى والمواقع الأساسية للدولة. لا لابد أن يكون يعني لا يكرر ما ارتكبه سابقه في يعني حضور مسرحيات ومهزلة قد تكون أو تنطوي على الأطفال ولا تنطوي على الناس الذي يعلم ما هو الحقيقة وما هو يعني الهزل. هنالك هذه الميليشيا تحاول الالتفاف بشكل كامل، حاولت تغيير أولا يعني حرس الحدود وأيضا القيادة الإدارية للميناء بأناس ميليشيات ليس لهم دخل بإدارة الدولة ولا لهم لا علاقة ولا يعني ولا يعلمون، نعم. ليس لهم دخل بالبتة، يعني هم كانوا مقاتلين في الجبهات ثم بعد ذلك يعني تحشيدهم إلى الميناء من أجل خبيئة أنهم سلموا الميناء وتم إعادة الإنشاء، وهو حقيقي لابد أن يتنبه المبعوث الجديد لهذه الحركات وأن يكون حاسما في الأمور وأن يتم تأتم أي حركة أو أي انسحاب أن يتم بتوافق كما هو، يعني لابد أن يطبق النص واتفاق السكون روحا ونصا، يعني هناك اتفاق السكون واضح جدا، القانون اليمني لا يعطي أي صفة لهذه الميليشيا الحوثية، هي صفة متمردة، هي ميليشيا متمردة، هي انقلابية لا توجد لها علاقة قانونية لا محليا ولا دوليا. نعم، إذا ابقى معي سيد ماجد، أذهب مجددا إلى سيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. سيد عبد الناصر هل تسمعني؟ نعم، إذا نعتذر، يبدو أن هناك مشكلة في الوصول للسيد عبد الناصر. نذهب لضيفنا الآخر من الحديدة الصحفي سامي الأهدل. سيد سامي مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد سامي، يعني صف لنا طبيعة الوضع على الأرض في الحديدة عسكريا وإنسانيا. نعم، في الحقيقة الوضع العسكري لم يتغير بشكل كبير منذ إعلان اتفاق ستوكهولم في ديسمبر أو مطلع ديسمبر العام المنصرم. نعم. لكن ما لوحظ أنه خلال اليومين الماضية تصاعدت المعارك والقصف المدفعي بشكل كبير، تحديدا بعد زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي زار الحديدة والتقى قيادات جماعة الحوثي برفقة كبير المراقبين الدوليين أو رئيس لجنة إعادة الانتشار باتريك كامر. نعم. الذي تنتهي ولايته خلال أيام، التقى رجل بقادة جماعة الحوثي وطرح عليهم مقترح جديد للانسحاب من الميناء والمدينة، أي الرجل لن يعترف بما قام به الحوثيون داخل ميناء المدينة. لكن في الحقيقة المعارك تصاعدت بشكل كبير بعد مغادرة الرجل للمدينة ووصوله إلى صنعاء، اندلعت معارك في الكثير من المناطق على خطوط التماس، تحديدا في شارع 50 شرق مدينة الحديدة وفي أحياء 7 يوليو، أيضا المناطق الجنوبية أو الجبهة الجنوبية شهدت قصف مدفعي من الحوثيين أيضا من القوات الحكومية، وعلى امتداد الشريط الساحلي جنوب الحديدة في مديريات حيس والتحيتة وبيت الفقيه، لم تتوقف المواجهات ولم تتوقف آليات القصف المدفعي عن تبادل الضربات
أيضا في منطقة كيلو 16 والقرى الريفية المحيطة بها. لكن اللافت أيضا أن طيران التحالف العربي لأول مرة شارك في هذه العمليات منذ إعلان اتفاق ستوكهولم. نعم. كان الطيران بعيدا عن توجيه ضربات جوية، لكنه خلال أمس وجه أكثر من 15 ضربة جوية على معسكرات وتجمعات للحوثيين. نعم، لكن سيد سامي، يعني إلى أي حد يعني أنتم متفائلين في محافظة الحديدة من مسألة أن يحقق هذا الرجل إنجازا يعني في مسألة ما اتفق عليه في ستوكهولم؟ في الحقيقة لم يحقق الرجل أي إنجاز، هذا هو الواقع. الواقع أن ما تم الإعلان عنه في اتفاق ستوكهولم كان عبارة عن نصر إعلامي ربما لهذه المشاورات أو للرجل. الرجل يحاول تحقيق أي مكاسب شخصية والإثبات للمجتمع الدولي بأنه لم يفشل بعد، لكن في الحقيقة كل ما اتفق عليه في ستوكهولم لم يتم تنفيذه حتى اليوم أو حتى اللحظة، حتى أنه لم يتمكن من تثبيت إيقاف إطلاق النار في الحديدة. مارتن غريفيث في الحقيقة نجح في انتزاع موافقة من الطرفين على اتفاق ستوكهولم خلال مشاورات السويد بالكذب. نعم، اعتمد الرجل على سياسة تفسير البنود لكل طرف بشكل مختلف، وأنا تحديدا أتحدث هنا عن بند تسليم مدينة الحديدة لقوة أمنية تتبع الحكومة الشرعية. هو حين يلتقي بقيادات الحوثيين ويسألونه لمن تسلم هذه المدينة والميناء، لمن تسلم وما هي القوة، يقول لهم بأنها القوة الأمنية وفق القانون اليمني دون توضيح ما يقصد بهذه العبارة. وحين يلتقي بالحكومة الشرعية يعدهم بتسليم الميناء والمدينة لقوات الأمن ما قبل 2014، أي قبل سيطرة الحوثيين على الحديدة. ولذلك أنا أرى شخصيا أو الناس تعتقد أن تحركات بهذه الطريقة الغامضة والتلاعب بالألفاظ المطاطة لن يؤتي ثماره بسلام داخل مدينة الحديدة، بل على العكس سيزيد الوضع تعقيدا في الحديدة وفي الملفات الأخرى مثل تبادل الأسرى ومدينة تعز. نعم، إذن ابقى معي سيد سامي. أعود إليك سيد ماجد، يعني لو تحدثنا عن مدى تفاؤل الجانب الحكومي في مسألة تعيين رئيس فريق مراقبين جديد في الحديدة. الحكومة اليمنية دائما هي ملتزمة بأي اتفاقات تتوصل إليها مع الأمم المتحدة وتوافق عليها، بذلك سوف تتعاون بشكل كامل مع المبعوث الجديد وله يعني وتحاول تتساعد معه بشكل كامل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم كما جاء في النص وروح هذا الاتفاق. اما يعني نتمنى، نحن لسنا متفائلين حول تجاوب تلك الميليشيا المدينة التي لا تلتزم بعهودا ولا ذمة. نحن يعني نتمنى ان يكون لهذا المبعوث اليات للضغط بشكل كامل وكبير لانفاذ اتفاق ستوكهولم. نعم، اذا اشكرك جزيلا سيد ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الفريق الحكومي في تفاهمات عمان، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد سامي، يعني سيد سامي، ما طبيعة التحديات التي يعني قد تواجه الرئيس فريق المراقبين الذي عين مؤخرا الدنماركي؟ نعم، الجنرال الدنماركي ربما سيأتي خلال يومين، ومن المتوقع أن يأتي يوم الأحد المقبل أي بعد غد. لكن الرجل سيواجه الكثير من الصعوبات والتحديات، وهي نفس الصعوبات التي واجهها السابق جنرال الهولندي باتريك كاميرت. أول هذه الصعوبات هي غموض اتفاق ستوكهولم وما تم الإعلان عنه في مشاورات السويد. في الحقيقة سيبدأ الرجل أو سيعيد الرجل هذه النقاط والبنود للمشاورات من جديد وللتوضيح من جديد. أيضا تحدي وقف إطلاق النار لا زال مستمرا. نعم أعتذر.
لا زال مستمرا. وقف إطلاق النار حتى الآن فشل. سيواجه هذا الرجل أيضا هذه الصعوبة في فتح طرق المدينة من الميناء إلى صنعاء وإلى المحافظات الأخرى. الحقيقة سيواجه الكثير من التعنت. لا زال الجميع لا زال يحشد، الجميع لا زال يتحصن، وكأن الجميع يعلم أنه لن يتم هناك سلام في الحدود. وفي الحقيقة وجود مايكل لوسرغارد الجنرال الدنماركي هو تدشين لمرحلة جديدة من الوجود الدولي داخل اليمن. ظلت الحرب اليمنية بعيدة خلال 4 سنوات عن أي تدخل دولي على الأرض، أي تدخل فعلي بقوات دولية على الأرض. اليوم نحن في الحقيقة أمام 6 أشهر من مهمة هذا الرجل الجديد والقادم، ستمدد لمراحل أخرى. من المتوقع أن الأمم المتحدة ستعمل فقط على إطالة أمد الصراع في الحديدة وتحويلها ربما إن صح التشبيه إلى مالي أخرى أو إلى صحراء غربية جديدة يطول فيها الصراع لسنوات. نعم سيد سامي، يعني الحل في الحديدة عسكري أم سياسي في نهاية الأمر؟ قبل أن نقول سياسي أو عسكري يجب أن نشير إلى التاريخ السابق من الاتفاقات مع الحوثيين. نعم. في الحقيقة الحوثيون أو اليمنيون لهم تجربة مريرة من الاتفاقات مع جماعة الحوثي. دائما ما كانت هذه الاتفاقات تفشل. في الحقيقة الجماعة سيطرت على البلد بالقوة ولا يمكن أن تسلمه بالسياسة. هذه حقيقة، والحديدة تشكل لهم أهمية، ربما هي أهم من صنعاء. نعم صنعاء هي العاصمة، لكن الحديدة هي المال وهي القوة وهي ورقة الضغط الدولية بالتهديد طريق الملاحة. الحديدة مهمة جدا للحوثيين بالتأكيد، اقتصاديا وسياسيا ودوليا. هم يبتزون العالم بهذه الورقة، وفي حال خسران الحديدة يعني أنهم سيحاصرون داخل الجبال، تحديدا في المحافظات التي تحيط بصنعاء أو إقليم آزال. لذلك أرى أنه الحل العسكري أو المعركة قادمة لا محالة، مهما حاولت الجهود الدولية والسياسية إطالة أو إبعاد موعد المعركة، سيكون في الأخير هناك معركة حاسمة، وبالتأكيد ستحسم لصالح القوات الحكومية والتحالف نتيجة فارق القوة بين الطرفين. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الصحفي سامي الأهدل، كنت معنا من محافظة الحديدة. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيفي أيضا ماجد فضائل، كان معنا من الرياض، وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي في تفاهمات عمان. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ودي عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.